السلام عليكم. اليوم زار وزير السكن والعمران والمدينة، زار ملعب دويرة للوقوف على مدى تقدم الأشغال، والملاحظ هو أنه داخل الملعب الوتيرة ما زالت يعني بطيئة، حيث أنه لا العملية تاع الوضع العازل ما انتهت، ولا العملية تاع وضع من نظام تصريف المياه انتهى. وكذلك كان فيه نقاش كبير بين الوزير والمسؤولين تاع الملعب الصينيين والجزائريين، يعني تسريع وتيرة الأشغال. لكن أنا نعطي رأيي، نقول بلي أنه الملعب هذا ما عندناش مواعيد اللي تتزربنا باش نكملوا الملعب. المهم الأشغال تندار يعني بالمقاييس المعمول بها، ويكون إتقان في العمل، هذا هو المهم. ما عندناش يعني تنظيم منافسة معينة إلى حدود سنة 2025 إذا كان فيه تنظيم بطولة إفريقية. إن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.